السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الرابعة من الوحدة الخامسة، مظاهر الحياة عند الحيوانات، المرجع المختار في النشاط العلمي للمستوى الثاني. إذن عنوان درس اليوم النمو لدى الحيوانات. عنوان درس اليوم النمو لدى الحيوانات، الهدف أن أرتب مراحل النمو عند بعض الحيوانات. الهدف من درس اليوم أن نستطيع ترتيب مراحل النمو عند بعض الحيوانات. وضعية الانطلاق، أبحث في الإنترنت عن الإجابة عن تساؤل ليلى. إذا لاحظوا معي في الصورة، ليلى تقوم بإطعام الديك، الدجاجة والصوص، الكتكوت أو الصوص. إذا لماذا نطعم هذه الحيوانات؟ لاحظوا معي، عندي هنا صوص، دجاجة وديك. إذا لماذا نطعم هذه الحيوانات؟ هذا هو التساؤل. إذا لماذا حتى يصبح مثلا الصوص يصبح دجاجة أو ديك، يكبر وينمو، حتى أن الصوص يكبر وينمو. إذا السؤال، لماذا نطعم أو لماذا تطعم ليلى هذه الحيوانات؟ لماذا تطعم ليلى هذه الحيوانات؟ لنفترض إذا تطعم ليلى هذه الحيوانات لتكبر ويزداد مثلا حجمها. تطعم ليلى هذه الحيوانات لتكبر ويزداد حجمها. أو لتكبر وتنمو. حقق ولاحظ الرسوم وأملأ الفراغ بكلمة المناسبة تنمو. إذا لاحظوا معي الرسوم، لدي هنا صوص يخرج من البيضة. إذن شكل الصوص بعد شهر، كبر قليلا، بعد 3 أشهر، بعد 5 أشهر سأصبح ديكا كبيرا. إذا الحيوانات ويزيد مع مرور الزمن. إذا ماذا يقع؟ خروج الصوص هنا البيض ينمو. إذا تنمو الحيوانات يزيد وزنها وأيضا طولها، يزيد وزنها مع مرور الزمن. يمكن نقولوا يزيد وزنها، لكن كنستخدموا فقط اللي عطينا المصطلحات، فقط اللي عطينا. اذا تنمو الحيوانات ويزداد وزنها مع مرور الزمن. لاحظوا معايا، مثال لدينا منذ خروجه من البيضة، بعد شكله بعد شهر زاد طوله وحجمه كذلك، بعد 3 أشهر كبر قليلا، بعد 5 أشهر اصبح ديكا كبيرا. اذا ماذا نستخلص؟ إذا أتنا نمو صغار الحيوانات يزيد وزنها ويكبر فتصبح شبيهة بالملون الكبار. كما تلاحظوا ملي كيكبر الصوت يصبح كبار، يعني بالأبوين.
إذا أثناء نمو صغار الحيوانات يزيد وزنها يكبر حجمها فتصبح شبيها ببوينة الكبار. يعني الصغار الحيوانات تولي كبيرة إذا نمو صغير بلتي وزن بوا حجم فوليوم Je répète, le mot petit, wazn, poids, volume, يزداد حجمه وظهور بعض الريش. حالا اذا يصبح احفر كبيرا ويجده ابوي ثلاثه. الى هنا نقد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. اذكركم موعد في فيديو قادم. استودعكم الله لا تضيع ودائع.